نحن رح نتابع من هون مع المبادرات، مبادرات كمان يلي بتكبر القلب. واحدة منهم هي كوكينج فور بيروت انيشيتيف باي رانيا غريب، مبادرة كتير حلوة مش بنوعيتها، لأنه في كتير يعني ناس عم يقدموا أكل، هي بس بالفكرة بالحماس بالحافز هيك يعني الدغري بوقتها الأشياء بتصيروا بحس حاله الواحد أنه بده يساعد بما تأتى بالموجود، وبعدين الأشياء بتكبر شوي شوي. رانيا أهلا وسهلا فيك. مكسير. أنت موجودة هون مع الصبايا أولادك وأصحابهم كمان يلي هن سندك الأول بهيدا العمل، خبرينا القصة من الأول. طلع الانفجار الساعة 6 بأربعة آب، الصدمة كانت كبيرة وبعدين كاتيا فعلا كلنا انصدمنا. تاني يوم قاعدين عم نفكر بعائلتي واللي كانوا تحت، في نصهم من اهلنا تحت خايفين عليهم. برات بيروت عايشين، نحن بيت اهلي بالاشرفيه، بس الحمد لله الموجودين زمطوا. اللي صار انه قعدنا نفكر من بعد ما اطمنا عليهم شو بدنا نعمل لنساعد اهل بيروت اللي بنحبهم. الاولاد بدهم كانوا ينزلوا على الارض، قلت لهم خلونا نخطط ونشوف. عفويا فكرت شو في عندي من حواضر البيت، حضرت طبخه وعبيت 50 علبة واتصلت بجمعية لنشوف كيف بدنا نوصلهم، لأنه الدنيا كانت مسكرة وما قادرين نوصل. أول مرة بحس إنه بهالخوف وبهالمسؤولية، ومش عارف إذا كنت عم بتصرف صح ولا لا بصراحة، وحمد لله كنت عم بتصرف كتير صح. وصلنا هالعلب، وصلون للناس يلي أكتر شي متضررين، وأطلقت حملة على الفيسبوك بيج ولادي ساعدوني مع الإنستا، طلبنا من الناس شو في عندهم مواد أولية يعطونا إياها، نحن منطبخها منعبيها بالعلب ومنوصلها. والحمد لله بعد كذا يوم صرنا هلأ عم نقدم تقريبا 300 بلادجور بالنهار، مع مساعدة كل الفولونتيز والأصحاب واللي عرفوا فينا وكل الناس، ونحن منشكرهم كله كتير. من مطبخ البيت، كله من مطبخ البيت، من البيت. حلو، من كل البيت. كل البيت. لأن هلأ صرنا عم نشوف بصور أنه البيت كله نعم. صار مركز ل... أو قديش شفتوا أنه في حاجة فعلا على الأرض للقمة سخنة؟ لأن احنا بنعرف أنه اليوم مش قصة إذا في أكل ولا لا، قصة إذا في مجال لينطبخ الأكل صح. ولا لا. نعم كاتيا صحيح، الأمات اللي هي دايما بتطبخ وبتهتم بولادها، عدد معروف الأمة اللبنانية هالشي. نعم عدد كبير منهم كان مجروح ومقطب ما قادر يقوموا، إذا كان صحتهم منيحة مطبخهم مكسر، يعني ما في مجال بهالوقت غير يفكروا بإزازهم كيف بدهم يزبطوه ببيتهم اللي تهدم، وين بدهم يروحوا إذا بعد في عندهم مطبخ أصلا. مزبوط، فنحن عم نخفف ولو ندفع عنهم كنا نوصلهم هالأكلات. عملنا خلية وحطينا رقمنا وصاروا يتصلوا فينا ويقولوا لنا عنوانهم بالأشرفية برميل بهيدي المناطق الأكثر شي من كوبي كارانتينا برج حمود. ورفيقتي بوجه لها الشكر امال، اللي هي كمان من الستات اللي كتير ساعدونا وضلوا معنا، صارت تبعت بيت بيت ويروحوا مع اولادي واولادها واولاد اصحابنا، يروحوا يحطوا الماسك ويبلشوا يشتغلوا من بيت لبيت يعملوا ديليفري، وهيك صارت وهيك كبرنا. الصبايا موجودين معنا اليوم، ما بعرف اذا صار فينا ناخذهم على الهواء. بنتك بتصور بنتي كلارا. نعم كلارا، خبرينا ليش قررتوا تساعدوا؟ نحن بدنا نساعد لأنه لعندك كلارا، لعندك كلكم حدي وراي. ليش قررتوا تساعدوا يا كلارا؟ نحن بدنا نساعد لأنه نحن الشعب اللبناني بنحب بعض ولازم نساعد، لأنه نحن كلنا عائلة واحدة. أنت بتعرفي تطبخي؟ إيه شوي، ولا لازم نساعد. وبتساعد، المهم تساعدي وتكوني موجودة. بتمرقي الميكرو، عارفين عن حالك؟ كريستال. كريستال، كريستال انت كمان من العائلة؟ وي. اوكي، اول شيء بس طلع الانفجار اول شيء فكرنا فيه هو كيف هنساعد الناس، وبس طلعنا بهالفكرة عن جد تأثرنا وكنا كتير مبسوطين كيف هنقدر نساعدهم. حلو، حلو كتير. وكمان صديقة، بقية ولادك عم بيوزعوا اكل اليوم. اهلا انجلا، خبرينا. نحن اول شيء جمعنا حالنا نحن كرفقه وقلنا لاهالينا انه بدنا نساعدهم. نحن قسمنا حالنا على كذا جروبات كرمال انه كل واحد يهتم بشيء معين. نعم. كرمال ما نكون كلنا عم نشتغل. بده تنظيم اكيد اكيد.
فكل واحد مستلم جروب حدا مهتم بيشيل تواصلات وكل شيء مع العالم المحتاجة، ناخد كونتاكتس أو نسألهم شو عايزين. جروب تاني كل شيء خاصه بالمطبخ وبتعبية العلب والتنظيم، وجروب تالت كل شيء توصيل على البيوت المحتاجة العالم. نحنا شخصيا عم نطلع عند العالم المحتاجة وعم نشوف عن جد الحالة الصعبة، الصعبة كتير عن جد. مين ما يكون في ساعد لو بشي صغير عن جد بيعمل فرق. قد ايه مبسوطين انه انت عم تساعده اليوم؟ كتير. رانيا يعطيك ألف عافية، يعني فعلا الشغل حلو، مبادرات صغيرة أوقات بتكون محلة ووقتها وضرورية، وبعتقد يعني أولادك وأولاد يعني أصحابك كمان وصل لهم كثير من الفرح هن وعم يعطوا هالشيء، أنتم قدرتوه يعني وعرفتوا أنه الوضع رح يكون صعب كمان على أولادكم، وضع صعب على الناس المتأذية بس صعب علينا كلنا نفسيا لما بنكون مستعدين للمساعدة، الوضع بيكون مختلف كليا. اليوم شو بتطلبي او لشو انت بحاجه لتكملي بهالمبادره؟ بما انه كانت مبادره فرديه وصارت شوي جروب جماعيه، انا بطلب كل شخص بيقدر يساعدنا على الارقام تبعنا اللي حاطينهم يتصلوا فينا ولو بشي صغير. نحن ما عم نطلب اشياء كبيره، نحن مستمرين طالما في مساعدات، وهذا شيء كثير مهم لنا لنستمر. اهلا وسهلا فيكي وشكرا. شكرا لكم.